بسم الله والنبي والرحمة والسلام على نبينا محمد ورحمة الله وبركاته على أرواحنا جميعا. وصلنا طيبين بمناسبة إذكار نعمة الرامب أبرام. والرامب أبرام مشهور لأنه أعطى الفقراء والمساكين. إحنا بنقرأ فصل صغير من جيم معلم الماري موقف بشير. صوت واضح؟ سامعين؟ ما شوية؟ ميكروفون جيبي. طيب احنا نمشي شوية كده وإذا الصوت ما واضح قولوا يعني شو. كان إنسان غني كان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفطاط الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال يا أبا إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم يا ابني أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعذب وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم قوة عظيمة قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. لإلهنا المجد الإكرام في كنسة من آمن بالأمين. لعازر والمسكين. لعازر ذا كان رجل مسكين وكان في غني يعني متجاهل جدا، وماتوا الاثنين. وبعدين لعازر مشى السماء والغني مشى الجحيم. طب ايه سبب انه الغني مشى الجحيم؟ لعمل ايه؟ كان مسكين لعازر والمسكين. لعازر عمل، الغني كان عمل ايه؟ كان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوما مترفها. الأربع كلمات دي وديته النار بس، عملش حاجة تانية. كان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، لا زنى ولا قتل ولا سكر ولا سرق ولا أي حاجة. يا للدرجة دي إن الإنسان لما يلبس الأرجوان والبز يتنعم ويترفه كل يوم ممكن يمشي النار. الفقير لعازر كان عنده فضائل كثيرة، وفضائله دي تعتبر إيه؟ يعني بلايا، والبلايا تعتبر فضائل. كان فقيرا، يعني ايه كان فقيرا؟ مين فينا عاش عيشة الفقر؟ مين فينا عاش عيشة الفقر؟ حتى لما كنا في بلادنا لما اللحمة كانت تغلى، إذا ما أكلنا لحمة طول الأسبوع ممكن ناكل 3-4 أيام في الأسبوع. لما كان الجداد يغلى مش كده؟ كنا ممكن ناكله مرتين في الأسبوع. لكن لما شفوش فقر. طب ايه هو الفقر؟ الفقر انه لعازر المسكين كان بيقعد تحت مائدة الغني ويتلقط الفتات الساقطة من مائدته، وبعد ده كله الغني ما كانش يديله. هو ده الفقر. اتذكر احنا مرة زمان في السودان كنا راكبين مع الان بدنيان الكبير، وبعدين ماشيين مشوار معه، قام سيدنا الأب دانيال لمح منظر غريب.
قام قال لأبونا السواق اركن شوية كده، فقام ركن فبص كده، بص لقى ايه؟ لقى منظر غريب حقيقة. لقى كلام ده في منطقة العمارات والحتات الغالية دي، لقى الخدام بتاع المنطقة دي بتاع بيت من البيوت جايب الصفيحة بتاعت الكوشة وعمال يرميها في الكوشة. وبعدين ايه اللي حصل؟ اتلموا عليه الأولاد الصغيرين الشحاتين، دخلوا جوه صفيحة الزبالة كبيرة يعني، وقعدوا يقلبوا فيها زي ما بيقلب الكلاب والكدايس، وزي ما بتتلم الدبان عن الأكل. فسيدنا لما دانيال بص كده متعجب، ياه، قال هو ده الفقر بذاته بعينه. لقاهم عمالين يمسكوا تفاحة مقطومة ويأكلوها، موزاية بايزة، شوية طبيخ لموه من الزبالة وعمالين يأكلوا. فقام ناداهم قال لهم تعالوا تعالوا، ففتح المحفظة بتاعته وأداهم اللي في النصيب. حتى ادعوه المرة دي قالوا له يا حاج الله يوديك الحج، قال لهم ما دار مش الحج. فهو ايه يعني هو ده الفقر الحقيقي بذاته. مين فينا وصل الى الفقر ده يعني؟ لما يقول لك مثلا ان الطفل في جنوب السودان بيوصل مقدار اللبن اللي بيشربه ربع كوب في السنة، هو ده الفقر. واحنا ممكن ناكل نشرب اللبن وناكل زبادي ونحطه في الكيك وناكل ايس كريم، والزبادي اذا يعني الزبادي اذا باظ نرميه، اللبن اذا باظ نرميه. لكن لما الطفل الصغير يشرب ربع كوبايه لبن في السنه في جنوب السودان، هو ده الفقر. الفقر الحقيقي لما تلقى الجنوبيين لابسين في رجلهم نصهم ماشي حفيان والنص الثاني ماشي بحاجة اسمها تموت تخلي. تذكرين تموت تخلي ده؟ حاجة تموت كده وتسيبها. ايه هي؟ بيجيبوا الاستك بتاع العربية البايظ بيعملوه شبشب وبيمشوا بيه، بيعملوا له سيرين كده ويمشوا فيه. وعز النار، النار في عزها في السودان الساعة 12 واحدة، البلاستيك ما بيسيح لكن البلاستيك ممكن ايه يسخن الرجلين نار. هو ده الفقر الحقيقي. الفقر الحقيقي لما الخدامة في السودان تشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 5 العصر، تاخد لها شوية جريشات تشتري بيهم بامية ناشفة، وبعدين تمشي لعيالها تحطها على النار شوية زيت كده وتحطها على النار. هو ده الفقر الحقيقي. لكن ما فيش لحمة، ما فيش فراخ. ولو ما اشتغلتش الست دي تروح تشحت شوية دقيق، والدقيق ده تصوته بمية في النار وتكب له شوية ملح وشطة وتاكله هي وعيالها. لكن عمره ما يعرفوا حاجة اسمها اللحمة. هو ده الفقر. الفقر الحقيقي اللي كان عند العازر بأنه كان قاعد تحت رجلين الغني عشان يأكل من المائدة بتاعته. مع كده الغني ما كانش بديله. وإيه اللي حصل؟ هل الغني تزمر؟ أبدا. هل هذا الفقير تزمر؟ إنما كان يشكر. إذن بلايا ذلك لعازر الفقير، أولا كان فقيرا، ثانيا كان مريضا. يعني إيه كان مريضا؟ يعني عارف أنت لو عيان ومعك فلوس تقول له أنا معايا فلوس، عيان معايا فلوس تعدي أمشي الدكتور. لو أنا عيان أو أنا معايا يعني عيان ومعايا فلوس تعدي. ولكن لو عندي فلوس وعندي صحة أقول تعدي أهو. لكن فقير لا معاه فلوس ولا معاه صحة، الاثنين، كان مريضا. والمرض اللي كان عند العازر المسكين ما جاش عند حد أبدا. مين يعرف المرض اللي كان عند العازر إيه؟ قروح، قروح
تماما الكلاب كانت تاكل فيه وهو حي. ده المرض. مين جرب فينا انه ممكن كلاب تاكل فيه هو حي؟ والغني شايفه مسألش عليه، عشان كده راح النار. كل اللي قالوا الكتاب على الغني انه كان متناعما مترفها يلبس الارجوان والبز كل يوم، لكن لا سرق ولا قتل ولا زنى، لكن راح النار لانه في مسكين تحت بابه لم يسأل عليه. ثالث بلية كانت لعازر، لم يساعده أحد. يعني إيه لم يساعده أحد؟ يعني هل جربت يوم من الأيام أنك أنت تكون عيان ما فيش حد يسأل عليك؟ هل جربت يوم من الأيام أنك تمرض وتقعد أسبوع أو 10 أيام أو ترقد مستشفى فيش حد يرفع السماعة يقول لك سلامتك؟ لو حصل كده إيه؟ تزعل، تتضايق، وفلان ما سألش عليا وأنا قاعد أسبوع ولا 10 أيام وما رفعتش السماعة. لم يساعده أحد، لم يسأل عنه أحدا أبدا على الإطلاق. وبعدين إذا كان أولا مريضا فقيرا مريضا، ثالث حاجة إيه؟ لم يساعده إيه؟ لم يساعده أحد. عارفين الأنبا أرسانيوس ده كان بيسموه إيه؟ معلم أولاد الملوك. ليه؟ لأنه كان قاعد في قصر من القصور بتاعت الملوك بيعلم أولاد الملوك، وكان يلبس الأرجوان والبز، وكان غني جدا، وكان يلبس الذهب أنبا أرسانيوس. فقرر يوم من الأيام بأنه يمشي يترهبن في أحد الأديرة، وراح يترهبن، قعد في الدير شوية، بعدين طلع برا الدير 5 كيلو كده بعيد من الدير شوية وتوحد، ما كانش عنده حاجة، فأصبح فقيرا. كان بيجيله تلميذه كل أسبوع يجيبوا له شوية مية، بس جيب له شوية مية. في مرة تلميذه جاب له مية وبعدين مشى. أول ما مشى تلميذه الأنبا أرسانيوس جاته حمى لدرجة 40 درجة، عي خالص. جاب المية اللي جابها له تلميذه كباها على راسه عشان يبرد شوية، خلصت المية. مريضا فقيرا لم يساعده أحد. وبعدين خلى الدنيا اضطر كده، زي الساعة 5 العصرية قام مشى زحف ببطنه بكيعانه عشان يوصل لأول الطريق عشان حد يعمل له حاجة. وأول ما وصل هناك إيه اللي حصل؟ لقى واحد ماشي في الطريق في أول الطريق، قام اداله درهما. درهما يعني قرش ساق. هل تزمر أرساني؟ هل تزمر أرساني وقال يا ربي أنا عشان جيت أعبدك وتركت العالم كله أموت في المنطقة دي وتكون وحوش البرية؟ أبدا. عارف قال إيه؟ قال أشكرك يا رب لأنك جعلت إرساني أن يتقبل صدقة. أشكرك يا رب عشان شفت اليوم اللي فيه أبقى فيه شحات. ده إرساني. فكان فقيرا وكان وحيدا وكان لم يساعده أحدا. إحنا في السودان كانوا بيجوا ناس غناء جدا بيدوا فقراء، ويمشوا الكنيسة يدوا ناس كتير في الكنيسة، ويدوا أبونا ظروف ويوزع للمساكين يا أبونا غناي. شاءت الظروف بأن الغناي دول اتضربوا في السوق وفلسوا، لكن صعب عليهم جدا أنهم ممكن يمشوا الكنيسة ويمدوا يدهم للكنيسة يقولوا لها ادينا يا كنيسة. أنا أروح الكنيسة أقول لها اديني؟ أنا الغني اللي كنت بدي الكنيسة أروح دلوقتي الكنيسة أقول لها اديني؟ كرامتي ما تسمح ليش، الموت أهون لي إنه أنا أروح للكنيسة وأقول لها اديني يا كنيسة. لكن الأنبا أرسانيوس ما عملش كده. بعد ما كان يلبس الأرجوان والبز والذهب قال أشكرك يا رب لأنك جعلت إرساني يوم من الأيام أن يكون شحاتا. بلية أخرى في لعازر المسكين، لم يجد إنسان يعطيه كلمة تعزية.
لم يجد إنسان يعطيه كلمة تعزير. يعني إيه؟ يعني عارف أنت لما تيجي تكون عيان وبعدين تجي تقول لي أبونا أنا عيان بعد الشر يعني بمرض السرطان، أديك مثل أقول لك بص يا أبونا بشوي كامل كان مريض بمرض السرطان وتقبل بشكر وتقبل بفرح وكان يصلي، مثل تقتاد به. لو جيت حكيت لأي ظرف من ظروفك أقول لك خذ لعازر المسكين مثل ليك، معازر ياما اتبهدل وياما الكلاب أكلت قروحه. لكن لعازر ده لم يجد إنسانا يعطيه كلمة تعزية، مع أن الاحتياج النفسي أعظم من الاحتياج الجسدي، أعظم من الاحتياج الجسدي. ما فيش حد كان يقدر يقول له يا لعازر بص لفلان أو بص لعلان، فكان هو الوحيد في بلاياه. كان يرى الإنسان الغني ويتجاهله ويتمتع بالرفاهية. يعني العازر المسكين كان يشوف الغني ذي والغني كان يتجاهله والغني يتمتع بالرفاهية. حاجة تغيظ، حاجة تغيظ إنه راجل غني كرشه مليانة وبطنه طالعة وخدوده مليانة احمرار وعينه طالعة من الشحوم، وهو فقيرا لم يساعده أحدا أبدا. كان يتغاظ إزاي إنه أنا المسكين الفقير ما فيش حد يساعدني والغني دي ما بيساعدنيش أبدا. عارفين النهاردة إحنا يعني نمشي هوليدي، عمالين نمشي هوليدي، ولما نمشي هوليدي بنترفه ونكون مترفهين متنعمين كل يوم. لكن الفلوس بتاعت الهوليدي دي هل يوم من الأيام فكرنا بأنه نعطي فقير أو مسكين؟ دايما الأغنياء بيطفي الروح القدس فيهم. مين فينا مشى مرة هوليدي وصام أربع جمعة؟ لك يا عمي أنا في جازة اديها لحمة أربع جمعة. مين فينا مشى هوليدي ركب طيارة يوم أربع ولا يوم جمعة وصام ما أكلش؟ ده في ناس بتمشي الهوليدي في أيام العذراء وصوم العذراء ويقولوا لأبونا ادينا حل نفطر. ديك حل تفطر؟ صوم العذراء ده بيصوموا المسلمين. ليه؟ لأنه عايز يمشي الهوليدي وياخد راحته، لا في صوم لا في صلاة لا في كتاب مقدس لا في أجبية لا في أي حاجة أبدا، متنعما مترفها كل يوم. المشكلة إنه هذا الغني ما كانش بعيد عن لعازر، كان تحت بابه قاعد تحت إيه؟ تحت الباب بتاعه. وكان الغني كل يوم يطلع وينزل ومعاه أكل ولعازر عمال يبص له بس. الحكاية دي أنا مرة شفتها في مصر. في مصر تعزمنا عيد ميلاد ناس أغنياء، وبعدين قاعدين في العمارة فوق في شقتهم، وفي البواب قاعد تحت مع عياله ومع مراته. لكن الناس المعزومين دول جايبين ايه؟ تورتة طالعة وتورتة نازلة، بيتزا طالعة وبيتزا نازلة، والبواب عمال يبلع في ريقه وبياكل من ايه؟ من الريحة. بسطة طالعة وكنافة نازلة، وغير الايه؟ غير الالعاب اللي بتيجي للولد فوق، والولد حرام بتاع البواب يقول له يا بابا انا عايز من ده. دليفري طالع ودليفري نازل، كنتاكي وماكدونالد وكله. هل فكر يوم من الايام الانسان الغني اللي فوق ده انه في لعازر تحت في العمارة بتاعته حتى لو يرمي له العظم بس يمصص فيه هو وعياله؟ هل فكر بانه يعطيه حتة تورتة صغيرة بس هو وعياله؟ ما فكرش ابدا. لكن ايه النهاية؟ النهاية تأملت كده قلت اهو لعازر تحت والمسكين فوق
واكيد الغني اللي فوق دي يوم من الايام هيسمع لما يمشي السماء اذكر انك استوفيت خيراتك فين في حياتك. هذا المسكين لعازر ايضا كان يرى ان هذا الانسان الظالم يعيش وما فيش عقوبه عليه. كان عارف بانه ظالم ناس، وكان عارف انه كافر بيوت الغني دي، وكان عارف انه في ارامل، وكان عارف انه في ايتام ظلمهم هذا الغني، لكن ربنا ما عملوش حاجه ابدا. وانا الفقير اللي ممكن اصلي واصوم، ربنا سايبني الكلاب تاكل فيا حاجه تغيظ. احنا لما لا يكون عندنا فقر ولا يكون عندنا مرض، لو شفنا انسان ظالم وغني نقول ليه يا رب بتديله، ليه يا رب سايبنا احنا اللي بنصلي وبنصوم ما بتديناش والغني المفتري عمال تديله. وكان يراه ولا يسأل فيه ابدا. الحكايه دي حصلت مره مع واحد راهب. الراهب ده كان بيتعبد في البريه، وكان كل يوم يجي له واحد يجيب له الاكل بتاعه. وبعدين يوم من الايام التلميذ ده جاي يجيب له الاكل، قام لقى في المدينه جنازه بتاعه واحد كل الناس طالعه وراه. فسال قال جنازه مين دي؟ قالوا دي جنازه اغنى واحد في البلد. وعارف ان اغنى واحد في البلد ده كان ظالم وكان مفتري، وياما قفل بيوت ارامل، وياما قفل بيوت، وياما ظلم ناس، لكن الناس كلها طالعه وراه والناس كلها ماشيه تدفنه. قال حكمتك يا رب. راح عشان يدي الاكل للراجل الراهب ديا، عارفين لقى الراهب ده ميت وجراه طبعه ومودياه وماشى بيه ومجرياه وماشى بيه جراه من هدومه. فقال لربنا انا يا رب مش هتحرك من هنا الا توريني السبب، السبب بانه الظالم ده كل الناس تمشي وراه، والانسان اللي بيعبدك يا رب ده لما يجي يموت ضبعه وكلاب تجره. ووقف تحت صخرة سخنة حفيان وتحت الشمس، وقال له مش هتحرك من هنا إلا تقول لي أنت قصدك إيه. فجاء له صوت قال له الغني دي عمل حسنة واحدة بس، إنه مرة تبرع للكنيسة، ولكن أنا اديته حق ما تبرع للكنيسة خليت الناس كلها تمشي وراه في جنازته. إنما الفقير دي عمل برضه، والراهب ده عمل برضه خطية، والخطية دي أنا اديتها له وخلت الطبعة تجره عشان لما يطلع فوق يكون صافي. ولما الغني دي يطلع فوق أقول له إيه؟ أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك. الكلام ده قاله أساف النبي. قال إيه؟ قال يا رب أنا نفسي أعرف يا رب لماذا أنت يعني إيه واحد غني تخلي كل الناس ماشية وراه وتدفنه، ويعني إيه واحد فقير يا رب تخلي الطبعة تأكله أو مفيش حد يسأل عليه. حتى أساف مرة كلم على ربنا كلام غلط وقال له قد زكيت قلبي من نقاوة باطلا، يعني خسارة الأيام اللي عشتها معاك وخسارة البر والنقاوة لأني عشت وشفت إن ما فيش عدل تحت السماء. لكن هذا لعازر لم يشكو أبدا، إنما كان يشكر الرب دائما وباستمرار. ده لعازر اللي كان إيه مليان بالبلايا. لعازر أيضا لم يجد له رجاء القيامة. يعني ايه؟ يعني عارف انت لما تتعب النهاردة في الارض تقول بكرة هرتاح في السماء، ولما واحد يظلمك تقول بكرة ربنا يديني في السماء، وعلى قدر ما تتعب هنا ربنا يديك في السماء. لكن لعازر
كان فقيرا ومريضا ولم يساعده احد، وبعد كده كله الجحيم كان مستنيه. ليه؟ لان المسيح لسه ما فتحش الفردوس، فكان كل الناس اللي بتموت بتمشي في الجحيم. صحيح الجحيم كان مقسوم ناس للوحشين وناس للكويسين، لكن ما زال هذا الانسان لعازر المسكين كان قاعد فين؟ كان قاعد في الجحيم. يعني يا رب لا ألقاها دنيا ولا ألقاها آخرة، لا ألقاها يا رب من ذلك الغني، ولا ألقاها يا رب في السماء أبدا، حتى لما أطلع السماء ألقى نفسي في الجحيم. إذن لعازر كان مريضا وحيدا فقيرا لم يساعده أحد. أيضا لعازر كان يعاني من السمعة السيئة. يعني إيه؟ يعني زمان كان في التقليد اليهودي أي واحد وحش عامل خطية ربنا ما راضي عليه وربنا ضربه بالمرض. تذكر المولود أعمى لما سألوا المسيح أخطأ هذا أم أبواه؟ أكيد إنه في واحد فيهم أخطأ بسبب البلية اللي كانت في ذلك الأعمى. فكان يسمع بودانه يستاهل اللي فيه. بدل ما الناس تهش عليه الكلاب وتساعده كان يقولوا يستاهل، لأنه ربنا عادل. لو ما ربنا عادل ما كان الكلاب أكلت في قروحه. فكان يعاني من السمعة السيئة، وكان فاكر الناس فاكرين لأنه ربنا ضربه بالقروح معناته ربنا مش راضي عليه أبدا. إذن يوحنا فم الذهب كتب على ذلك الغني وقال ألا يعتبر إنه بلايا هذا لعازر اللي احتملها هي بالضبط غني؟ عايزين نسأل نفسنا سؤال، هل هذا الفقير غني أم فقير؟ أكيد غني. ليه؟ لأنه كلمة غني عند الناس تختلف كثيرا عند الله. عارفين أحد ملائكة الكنائس السبع ربنا قال له إيه؟ إنك تقول إنك غني وقد استغنيت، ولا تعرف بأنك الشقي والبائس وإنك مصيرك العذاب وإنك عريان. ليه؟ لأنه في نظرنا إحنا المعروف في الناس إنه أي إنسان بيلبس الأرجوان والبز وبيلبس الذهب هو إنسان غني، لكن في نظر الله لا. إنما في نظر الله كل إنسان يقبل بلاياه بكل شكر حتى لو كان فقيرا هو غني عند الله. وأكبر دليل إنه هو كان غني ذلك لعازر لما طلع السماء ربنا قال له إنك تعال أديك السماء، أما الغني فقد استوفى خيراته في حياته. يا ما في ناس فقراء عملت فيهم إيه؟ يا ما سمعت عن ناس فقراء أنت عملت فيهم إيه؟ لبسنا الأرجوان ولبسنا البس وتنعمنا وترفهنا كل يوم. إيه الضعف اللي بيقعوا فيه الفقراء؟ أولا الفقراء ضعفاء أمام الإغراء. يعني إيه؟ يعني كل ما يكون إنسان فقير وضعيف المال يغريه، وممكن يبيع مبادئه ويبيع دينه ويبيع كل حاجة من أجل الفلوس. ضعف أمام الإغراء. كل البنات اللي مشوا في الخطية الوحشة كانوا فقراء، وأمام الإغراء وأمام الفقر وأمام الضعف وقعوا في الخطية الوحشة. ممكن واحدة تكون عندها ناس كثير من أخوانها قاعدين في بيت واحد، وأمها فقيرة وأبوها مش شغال مش لاقين اللطم، يجي واحد يقول لها تعالي أنا أأكلك الشهد،
تعالي أنا ألبسك أحسن لبس وأركبك أحسن عربيات وأأكلك على موائد الوزراء، وأنا كمان يعني هخليكي تزوري أفخم الهوتيلات، بس سلميني نفسك وتلقي الفلوس جارية في يدك جارية. أمام الفقر وأمام الضعف وأمام الإغراء يسقط البنات. أنت عملت إيه؟ عمالين نقلب في التلفزيون من قناة لقناة. أنت ممكن تقول الحمد لله أنا بدفع العشور، هو ده وبس وخلاص؟ من قلة الغني لم يدفع عشوره، كان بيدفع العشور، لكن كان في ناس شايفها بتضيع وبتموت وهو ما بيعملهاش حاجة. أمام الإغراء ممكن شباب مش لاقين شغل، صدقوني في شباب معاهم بكالوريوسات في مصر مش لاقين شغل، لكن أمام الإغراء وأمام المال وأمام الضعف اشتغلوا ببيعوا مخدرات، وإيه النتيجة؟ النتيجة بأنهم راح السجون وضاع إيه؟ وضاع أيضا مستقبلهم. إذن أمام لقمة العيش يا ما في فقراء كثيرين ضاعوا، فقراء كثيرين ضاعوا. الفقير محتقر من المجتمع والغني مبجل من إيه؟ من المجتمع، معروف خالص الكلام ده، ما بقوله أنا، الكلام ده بيقوله يعقوب الرسول، بيقول يا إخوتي لا يكون لكم إيمان ربنا يسوع المسيح في المحاباة، لأنه إذا دخل إليكم رجل غني تعملوا له إيه؟ تمسحوا له الكرسي وتقولوا له تفضل هنا وأول الكنبة، وتمسحوا له الجوخ غني. ولكن إذا دخل إليكم إنسان فقير امشي وراء، خليك قاعد وراء هناك والتزم النظام. نظام؟ نظام إيه؟ طب ما أنا جاي قبل الفقير. لا 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 لا، الصف ده بتاع نص نص، الصف ده بتاع الفقراء والمساكين، الصف ده مش بتاع أي حد، بتاع الفقراء. صدقوني حتى في الكنائس، حتى في الكنائس الأغنياء مبجلين ومحترمين ومحطوطين فوق الراس والفقراء تحت الرجلين. حاصل ولا لا؟ طب أسألكم سؤال، ردوا في نفسكم، لو جاء واحد عايز يقابل أبونا مثلا وقالوا له يا أبونا فلان ده عايز يقابلك وعنده مليون جنيه عايز يتبرع بيها للكنيسة، وقبله جاء واحد شحات عايز 100 جنيه من أبونا، تفتكروا أبونا هيدخل مين الأول؟ هيدخل مين الأول؟ أبو 100 جنيه شحات يقول له استنى برا أحسن تدخل ديه. وبعدين لو دخل الشحات يقولوا له أبو 1,000,000 جنيه مستعجل، مستعجل 1,000,000 جنيه طير، دخلوه دخلوه جيبوه هنا جيبوه بسرعة، ويدخل الغني قبل إيه؟ الفقير. وأنا حكيت لكم قبل كده حكاية إنه الفقير جاء أسقف من الأسقف في أحد الأديرة وعايز منه فلوس مرضيش يقابله، تسمعتوا الحكاية دي مش كده؟ وبعدين جاء الغني وقابل سيدنا، لكن في النهاية طلع الفقير هو مين؟ هو المسيح. فقال له أنا أتيتك من أجل تعبك الأسقفية لكن ملكوتي لم إيه؟ لم تدخله، ملكوتي لم تدخله. الفقير أيضا إنه يحتقر، ليه؟ لأنه هو ماشي مع أصحابه الأغنياء بيأكلوا بيتزا، بيأكلوا باستا، بيأكلوا كنتاكي، وهو مش لاقي الفول والطعمية، يروح عند أمه وأبوه يشتمهم ويسب لهم، وانتوا سبب الفقر اللي فينا ده، وانا طرحت لقيت ابويا وامي فقراء وليه كده، ويسب في ابوه وامه. الفقراء ايضا دايما مزلولين، مزلولين. يعني ايه مزلولين؟
يعني ممكن تلقى الشحات لف من كنيسة لكنيسة لكنيسة بيشحت، وياخد إهانات من الكهنة، وياخد إهانات من الخدام، وياخد إهانات من لجان البر، مجلول حرام. في مرة سيدنا البابا قالوا له يا سيدنا في لجنة البر الكلام ده، أو ما عتدي فلان الشحات ده؟ قال لهم ليه؟ قالوا له ده لف من كنيسة لكنيسة بياخد. فقال لهم لو كنيسة واحدة بس اديته كل احتياجه ما كانش لف الكنائس كلها، لكن هو حرام مزلول عشان كده بلف الكنائس كلها. عشان كده انتوا عارفين انه الفقراء مزلولين وضيعين. عملت ايه انت؟ صدقوني، وده حاصل، ان ممكن تلقى اسرة في اوضة واحدة بس 8 عيال بنات واولاد في اوضة واحدة، اخوات وامهم وابوهم في اوضة تانية. تتخيلوا ان الاولاد والبنات اللي في اوضة واحدة دول وفيهم مراهقين، يحصل ايه في الاوضة دي؟ يحصل ايه؟ طبعا كلكم عارفين، خصوصا لو كان ولد مراهق ومعاه اخته طفلة في الاوضة، بيحصل ايه؟ عشان كده يا احبائي، يا ما بيحصل مهازل ومساوئ ومهازل بسبب هذا ايه؟ الفقر. الفقراء دايما بيحسدوا وبيحقدوا الاغنياء، بيحسدوهم ويحقدوا عليهم. ليه؟ لانهم بيعاملوهم معامله وحشه جدا. يا ما عملنا خدادبنا في بيوتنا معامله العبيد، يا ما كنا بنزلهم. ليه؟ لانهم احنا عندنا فلوس وهم ما عندهمش الفلوس. عشان كده يقول لك احذروا من ثورة الفقراء. في زمان كان ثورة اسمها الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية دي سموها ثورة الغوغاء. اللي حصل فيها ان كل الفرنسيين الفقراء مسكوا الاغنياء في فرنسا وضبحوهم من غير اي تمييز، من غير ان يحاكموا حد. ليه؟ لانهم فقراء وزلوهم وحقد عليهم وحسدوه. قصة قرأتها عن أبونا بشوي كامل، إنه مرة جات له واحدة ست ومعاها خدامة بتاعتها. الست الغنية دي عندها كلب لولو، عارفين كلب اللولو الحلو ده أبو شعر ده؟ صحت الست دي لقيت الكلب اللولو ده رجليه مكسورة، فقالت للبنت الخدامة أنت اللي كسرت رجله. قلت له لا يا ست، اكسر رجله ليه؟ وانا عملت ايه؟ انت بتظلميني ليه؟ قالت له انت متاكده ما كسرتيش رجله؟ طب ايه اللي كسر رجله؟ ما اعرفش، انت بتتهميني ليه؟ قالت له انا هوديك لابونا. قالت له وديني لابونا، كسرتش رجله انا. فراحت الست الغنيه اخذت الكلب اللولو ومعاها الخدامه ووصلوا لابونا بشوي كامل. قالت لها ابونا، قال لها انت كسرت رجل الكلب دي؟ قلت له لا يا ابونا، انا عمري ما اكسر كلب رجل، اكسر كلب رجل الكلب ليه؟ ابدا ما كسرته. فابونا شعر بالروح القدس ان الخدامه بتكذب، فقام طلع المره الغنيه دي قال لها خليكي بره شويه، خليكي بره وانا هتكلم معاها. قالت له طلعت الغنيه وقال لها شوفي انا ابونا وما ينفعش تكذب على الروح القدس، واللي يكذب على الروح القدس يضيع. انت كسرتي رجل الكلب؟ قالت له ايوه. قال لها عملت كده ليه؟ قالت له اذا انا كنت بنام في المطبخ في عز البرد وبحري وتحت ملايه وفوقية كوفرتا والكلب نايم في حضنها متغطي بثلاثة بطاطين، يبقى أنا أعمل إيه؟ إذا كنت أنا بأكل فول وطعمية والكلب بياكل لحمة، يبقى أنا أعمل إيه؟ قلت يا أنتقم منها يا أنتقم من الكلب، ففضلت أن أنتقم من الكلب، فأخذت الكلب اللولو ورميته من البلكونة ورحت وجبته تاني ورجله اتكسرت. فأبونا بشوي كامل بيقول إيه؟ يا جماعة، يا جماعة بلاش تزلوا الفقراء، بلاش تحتقروا الفقراء لأنهم
ممكن يوصل بهم إلى الحقد والحسد. صدقوني أقول لكم حكاية لا سمعتها ولا قريتها، شفتها بعيني، بعيني دي شفتها. زمان في السودان كنت بخدم مع أحد الكهنة، وبعدين هيئة اليونيسيف دي كانت بتجيب الإغاثة، كراتين إغاثة بتاعة بلوبيف، لحمة مفرومة وبلوبيف. كان أبونا دي تجيله الكراتين دي كلها مليانة بلوبيف، ومال المخزن بتاعه بلوبيف عشان يدي الأحباش الفقراء المساكين. صدقوني كان يخبطوا على بابه، يا أبونا عايزين ناكل، كان يقول لهم الكلب أحسن منكم، ويمسك علب البلوبيف قدامهم ويرميها للكلب، وكان يقول لهم الكلب بيحرسني، انتم ما فيكمش فايدة. وكانوا حرام المساكين الأحباش يشوفوا الكلب بياكل البلوبيف وهم ببصوا مش لاقين ياكلوه. ياه، يحصل كده في الكنائس برضو، لكن ربنا طبعا ما سابهوش، ساب الكهنوت واللي بس بنطلون وقميص وساب الدنيا كلها. ليه؟ أصل ربنا ما بيسيبش إنسان ظالم أبدا. طيب إذا عرفنا إنه في بنات انتهك عرضهم بسبب الفقر ووقعوا في خطية صعبة، شفنا أولاد وقعوا في المخدرات، شفنا بيت واحد من الأخوات وقعوا في الزنا لأنهم قاعدين في أوضة واحدة، شفنا الدنيا بتتبهدل الفقراء، انت عملت ايه؟ عايز اقول لك حاجه، خاف خاف، وبقول لك خاف ليه؟ لان الكتاب بيقول ايه؟ المتنعمه ماتت وهي ايه؟ وهي حيه. خاف احسن تطلع في السماء وربنا يسمعك الكلمة الصعبة، أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك إيه؟ نعاذر البلايا. خاف أحسن، أنت راكب أحسن عربيات وما تسألش في الناس، وساكن في أحسن البيوت وما تسألش في الناس، وبتاكل أحسن أكل، وبترمي اللحمة تاكل لقمة وترمي عشرة. خاف خاف، لأنه لم يذكر على ذلك الغني إنه زنى أو قتل أو سرق، ولكنه ذكر عليه إنه أخفق. أخفق يعني إيه؟ يعني كان لم يسأل في ذلك الفقير. خاف لأنه اللي ودى جهنم ذلك الغني إنه كان متنعما مترفها كل يوم كل يوم. عملنا ايه يا احبائي؟ عملنا ايه؟ في ناس بتسيب دينها من اجل الفقر. يا احبائي هنطلع السماء، ربنا يسالك يقول لك عملت ايه في الفقراء، تقول له الحمد لله دفعت العشور. انت شايف في ناس بتموت وشايف في ناس بتتعب، ماذا فعلت من اجلهم؟ الانبا ابرام كان عطائي جدا، من اجل عطائه دخل السماء. اتعلم من قديس الكنيسة الأنبا أبرام كيف تدي المساكين والفقراء، لأنه بالآية الواحدة دي ممكن تدخل السماء. تعال إلي رسو ملكوت السماوات. ليه؟ مش عشان صلينا ولا عشان صمنا ولا عشان خدمنا ولا عشان ضربنا مطنيات، لأن رجعت فطعمتموني، عطشت فسقيتموني، عريانا كسيتموني، مريضا زرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. تعالوا ادخلوا السماء، يعطينا الله حياة السماء ويعطينا الحياة الأبدية، نخدم الفقراء لإلهنا المجد والإكرام في كنيسته من الآن والأبد. آمين.